إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نرى كيف يضع النبي صلى الله عليه وسلم المسارات والمعالم للتعامل التي تدير علاقات المجتمع، ويضع معالم وضوابط محددة واضحة لا يمكن أن تلتبس. دعونا نرى هذا القلب الكبير كيف يشعر كل واحد من الصحابة بقربه منه وقربه إليه، فيقصده بالحاجة تعرض له، ويقصده بالرغبة تلم في نفسه. هذا عتبان بن مالك رضي الله عنه، أحد سادة بنو سالم بن عوف. بنو سالم بن عوف مساكنهم في المدينة عند المسجد المعروف الآن القريب، مسجد قباء اللي يسمى مسجد الجمعة. هناك منازل بنو سالم بن عوف من الخزرج. عتبان رضي الله عنه هو كان إمام قوم بنو سالم بن عوف في حيهم، ثم ضعف بصره فصار إذا جاء سيل بينه وبينهم الوادي لا يستطيع أن يقطعه، أنكر بصره، فاحتاج إلى أن يكون عنده في بيته مكان مصلى يصلي فيه إذا لم يستطع الذهاب إلى قومه. هذا المصلى أراد أن يكون مصلى مباركا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسبقه النبي بالصلاة فيه قبل أن يصلي فيه، فحمل هذه الرغبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متى حملها؟ إلى راح يصلي معه الجمعة، فصلاة الجمعة تجعله ينزل من منازل بني سالم بن عوف ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يصلي مع النبي كل وقت. فلما صلى الجمعة لقي النبي يسلم عليه وحدثه برغبته، قال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، وإن الوادي إذا سال قطعني عن مسجد قومي، وأريد أن تزورني في بيتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. على طول جاء الجواب سريع وحاسم مثل الطلقة، ما في حنا مشغولين ولا إلا فرغنا إن شاء الله، ولا إن شاء الله اسمنا مارينك، أفعل إن شاء الله. وقبل أن تمضي 24 ساعة كان النبي يقرأ باب عتبان بن مالك في ضحى يوم السبت. الآن هو مكلمه بعد صلاة الجمعة، ضحى يوم السبت قبل الظهر، إلى الرسول عند عتبان بن مالك ومعه أبو بكر وعمر ورهط من أصحابه. أجل إن شاء الله هذه ميب اللي إحنا نقولها لأطفالنا أحيانا ونقصد فيها التمرير عليهم. أي نعم، أحسنت. لا، من رسول صلى الله عليه وسلم ناجزة تحقيقا، ناجزة من الإسعاد، من الإسعاد بالهدية وبالهبة وبالعدة، إنجازها السريع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقل من 24 ساعة طرق الباب. فلما فتح له عتبان كان سؤال عتبان لا زال في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته في نفسه. أول ما دخل: يا عتبان، أين تريد أن أصلي من بيتك؟ في حاجة عتبان، أين يصلي؟ قال عتبان: ها هنا يا رسول الله. على طول الرسول أول حاجة سواها: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه عتبان وأهل بيته، صلى بهم ركعتين. فلما انصرف أراد أن يمضي قال عتبان: لا، عاد يوم دخلت عندنا لك ضيافة. كانت الضيافة
التي حبس عليها النبي وحبس عتبان شيئا يسيرا من متاع البيت، شوربة يسمونها الأنصار حزيرة، يعني شوربة فيها قليل من إدام اللحم، لحم صغير دقيق مع إدام اللحم طبخت. قال انتظر حتى تكون هذه ضيافته. قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس، جلس ينتظر. في جلسة النبي فشى الخبر في بني سالم بن عوف، رسول الله عند عتبان بن مالك، عتبان بن مالك عنده الرسول، الرسول جاء عند عتبان، يلا يلا كل واحد جاء، السلام عليكم السلام عليكم. اجتمعوا في المجلس، كل أهل الحارة تجمعوا في بنزل عتبان بن مالك، وجعل الحديث يدور. فقد في هذا المجلس أحد الصحابة وهو مالك بن الدخشور، فسأل رجل من الحضور عن مالك، قال ما فعل مالك بن الدخشن؟ أجاب واحد ثاني، قال ذاك منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تدخل في الموضوع لإنقاذ مكانة مالك بن الدخشن وديانة مالك بن الدخشن وسمعة مالك بن الدخشن كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تقل ذلك، لا تقل هذا الكلام عن مالك، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالوا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه ونصيحته إلا إلى المنافقين. قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وانفض المجلس بعد هذه الضيافة البسيطة اليسيرة عن قيمة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا إله إلا الله خفارة لدين وديانة من نطق بها، وأنها لا تبيح لأحد أن يتسور على قلبه فيناقش في تحقيقها. قالها إذن فقد خفر دينه وحفظت مكانته وديانته ولا يجوز لأحد اختراقها. وعاش عتبان بن مالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 سنة إلى خلافة معاوية وهو يروي هذا الحديث ويتلذذ بهذه الذكرى. وبقي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء دار عتبان بن مالك مصلى لبني سالم بن عوف، وبقي مسجده لم يذهب أثره إلا تقريبا عام 1417 عندما هدم بسبب توسعة الشارع أو الطريق الذي يمر به. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم، ما أكرم خلقه، أيسر أخلاقه، وأسرع استجابته لحاجة أصحابه ورغباتهم. وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم الذي وضع أسس التعامل بين الناس بما يحفظ حقوقهم، وجعل لا إله إلا الله خفارة لقيمة وحق وديانة كل من نطق بها، وبقيت في الحديث بقية. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني صلاة الإنسان في بيته سواء صلاة النوافل أو صلاة الفريضة إذا وجد ما يدعو إلى ذلك من يعني الأسباب التي تجعل، مثل ما في قصة عتبان أنه هذا الوادي إذا سال يحول بينه وبين المسجد فيصلي في بيته. وتبعا لذلك يعني وجود هذه هذا العادة الجميلة، أو ربما نقول السنة، في تخصيص مكان داخل البيت للصلاة فيه، وهذا موجود نذكره كثيرا عند النساء الصالحات وعند بعض الرجال الصالحين، أن يكون في البيت مكان يعني مخصص للصلاة، يتنفل فيه الكبار ويقرؤون فيه القرآن، ويشاهد الأطفال آباءهم وهم يصلون فيه، ويصلي الناس فيه إن فاتتهم صلاة الجماعة أو وجد ما يحول من ذلك فصلوا في رحالهم من الأسباب الشرعية. فأعتقد أنه هذه ربما تكون أحد المعالم الحضارية في البيوت، أن يكون فيها مكان
مخصص للذكر ومخصص للقرآن ومخصص للصلاة كما في حديث عتبة رضي الله عنه. من الأشياء الجميلة التي يعني يا ليت نستفيد منها موضوع التصنيف والرغبة في التصنيف. يوجد رغبة في التصنيف ولا سيما عند الشباب. التصنيف يعني تأليف الكتب ولا التصنيف تصنيف الناس وتقسيمهم وفرزهم. وأصل التصنيف ضرورة، ضرورة علمية وضرورة واقعية، الناس مختلفين، ولكن المشكلة أن يكون هناك تصنيف مبني على معايير غير منضبطة. لما يكون واحد مشرك أو واحد يهودي أو واحد نصراني أو لكن هذا يقول لا إله إلا الله، ولكن لأجل بعض القرائن وبعض الأشياء وكأنما اطلع الإنسان على باطن قلبه، ثم هذا الطريق إذا فتح فسدت الأمور واختلطت الأوراق. ويمكن في بعض الحالات أن يكون كلام هذا الشخص صحيح، في بعض الحالات يمكن أن يكون اتهامه لهذا الشخص صحيح، لكن أنت تدخلت فيما لا يعنيك. هذا حكم الله، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. أما حكمك فهو على ظاهر الأمر، أما وقد قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يمكن أن تحكم عليه بشيء أنت تستنبطه من باطن من 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 في في قلب الشخص وفي باطن أمره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على هذا المعنى في كثير من المواضع، أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنك إذا تجاوزت هذا المعنى تختلط الأوراق ويصبح الأمور. والحقيقة أن من تعظيم لا إله إلا الله، من تعظيمها هو أن تكون حكم على بقية القرائن. يا سلام. ومن قلة تعظيمها أن نجعلها أضعف من قرائن أن تستنبطها. فمن تجاوز كلمة لا إله إلا الله وذهب إلى قرائن يستنبطها ويحكم بها على الناس، فأول ذنب ارتكبه أنه قزم هذه الكلمة في نفسه، وهي الكلمة العظيمة التي إذا وضعت في كفة رجحت بباقي الأعمال. فهذا الحقيقة من أهم يعني المعاني. مالك بن الدخشم أو الدخشن لو سمع في هذا المجلس أنه تم تناوله، وهذا ما أسهل أن يكون، يعني هو لما يرى أن الناس تواطؤوا على وصمه مثلا بالنفاق والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم ينكر أو يعترض، ربما هذه من أعظم الفتنة عليه، أنه حتى لو لم يكن منافقا أنه قد يغضب لنفسه، والغضب للنفس قد يودي بالإنسان في المهالك. صحيح. لكن حينما يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو تولى بنفسه الدفاع عنه وحماية عرضه والنهي عن ذلك، لو وجد عنده نوع من الميل لأن ما يقوله الأنصار باليقين والله أعلم ليس افتياتا ولا افتراءا، ولكنهم أخذوا بظواهر الأمور وغافلوا عما هو أهم منها كما تفضلت. فلا شك أن هذا الموقف النبوي من أعظم ما يعزز رغبة مالك بن الدخشم في أن يعني يرجع إلى الله وأن يبتعد عن المنافقين ويصحح ويقوي إيمانه. في نقطتين أذنت لي. النقطة الأولى أؤكد على كلمتك اللي أقول أنا، ما هي مشاعر مالك بن الدخشم عندما يصل الخبر؟ قطعا سيصله، ما هم معقول وصلنا احنا بعد 1400 سنة ولا يصله هو ساكن معهم في بني سالم بن عوف. أكيد سيصله أن هذا قال كذا والرسول قال كذا. ما هو شعوره ومشاعره عندما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذب عن عرضه وزكاه وبين أنه قال لا إله إلا الله، وهذه دلالة على إيمانه. النقطة الثانية هو عندي مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا يتميز به مالك بن الدخشم، ذكر الشيء اللي يشترك فيه مع كل المسلمين وهو قول لا إله إلا الله، مع أن مالك بن الدخشم عنده مناقب أخرى. مالك شهد بدرا، لم يقل النبي أليس قد شهد بدرا، هو قد شهد بدرا. مالك بن الدخشم بريء من النفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليهدم مسجد الضرار، هو ورجل معه هما اللذان توليا هدم مسجد المنافقين. هذا 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 هدم بناء النفاق، فكيف يوصم بالنفاق؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر إلى مثل ما أشرت إلى عظمة لا إله إلا الله، ذكره بما يشترك به مع كل المسلمين وهو قول لا إله إلا الله. معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله فلا يجوز تسور إيمانه ولا التنقيب عن خبيئته، وأن يبقى له ما أظهره محفوظا
ومعترف به وليس من حق أحد التنقير فيه. وعلى افتراض أنه يكون هناك في إشكال فهذا يحاسبه رب العالمين وليس أنت. ونقطة أخرى مهمة الذي لفت نظر الصحابة فاتهموه بالنفاق، أنهم يرون وده ونصيحته للمنافقين، يعني له علاقات واسعة مع المنافقين. طيب وش من المنافقين؟ المنافقين هم الأوس والخزرج الذين أظهروا إيمانه ولم يتحقق. الرسول ما نهى عن التواصل معهم ولا قطع العلاقة معهم، ومالك بن الدخشن ما أنكر عليه النبي قوة صلته بهم وعلاقته معهم، لأن من أسباب تفتيت النفاق أن يتواصل معهم المسلمون. ولذلك المنافقين ما لهم جيل ثاني، هم جيل أول وتفتت النفاق، لأنهم مندمجين داخل المجتمع المسلم، ليسوا متحيزين ولا مقاطعين، وإنما متداخل المجتمع معهم. ولذلك هذا الأصل في علاقتنا حتى مع من نختلف معه، اللي هي التمازج والتعايش وليس الانفصال والانبتات. ولذلك اندثر النفاق وليس للمنافقين جيل ثاني يرثهم. من الأشياء الملاحظة الكرم في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مظاهر ولم يكن تكاليف ولم يكن رسوم، وإنما كان كرم نفس، والكرم هو دعوة وهذا كرم من الداعي، وهو استجابة وهذا كرم من المدعو، ثم يأتي بالمتيسر الجود من الماجود. ولذلك المجتمع الذي تدخله المظاهر ينحرف عن الكرم إلى السرف، ويصبح الكرم بدل ما كان يقوي ويمتن العلاقات صار مظاهر الكرم تجعل العلاقات أكثر، يعني تفتت العلاقات وتبعد الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعطاه شيئا من عتبان، أعطاه مثل ما ذكرت شوربة وفيها شيء من اللحم صغار أو غيره، فهذا كرمه. وهذا كانت العلاقة بهذه الطريقة تقوى وتصبح العلاقات أيسر وأبرك. ولا استحيا عتبان أن يقدمها، ولا استحيا أن يذكرها بعد أن فتح على المسلمين ما فتح من الدنيا، ما استحيا أن يقول قدمنا لرسول الله خزيرة. نعم. فصلى الله وسلم على الذي قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، فقد دعي إلى ما هو مثلها فأجاب، صلى الله وسلم عليه. إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.